أحبابكم الله، تقول في سؤالها قبل الأخير: ما حكم ممارسة العادة السرية أكرمكم الله بالنسبة للرجل وللمرأة؟ ممارسة العادة السرية وهي استخراج المني بغير الطريق المباح الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وما بين الزوج والزوجة محرم، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستخراج المني بغير الطريق الشرعي يعتبر من العدوان المحرم في حق الرجال وفي حق النساء، وهو عادة سيئة وقبيحة. نعم.